السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا النهاردة فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ اخبارنا ما ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. طبعا النهاردة وفاة الكاتب الكبير والاعلام الكبير ابراهيم حجازي، هو توفى النهاردة طبعا الصبح. طبعا هو كان تعبان وعنده مضاعفات كتيرة من آثار الكورونا، وهو كان صحته تعبانة فما استحملش وحصلت له مشاكل صحية كتيرة، دخل العناية المركزة وتوفى إلى رحمة الله النهاردة يوم الاثنين الصبح. واللي ذاع خبر الوفاة هو ابنه مندو حجازي. وطبعا الكاتب الكبير إبراهيم حجازي غني عن التعريف، هو معروف جدا، إعلامي وصحفي شاطر جدا، اشتغل فترة كبيرة في جريدة الأهرام، هو كان مؤسس الأهرام الرياضي. حضر النهاردة جنازة وفاته عدد كبير وباقة كبيرة من الإعلاميين الرياضيين، وكمان من ناس اللي في الرياضة، كابتن الخطيب وكمان حسام غالي من الناس اللي شالوا النعش وحضروا الصلاة، والمستكاوي الناقد الكبير برضو حضر وكان من الناس المتأثرة جدا بوفاته. ربنا يرحم الراحل إبراهيم حجازي يا رب. وطبعا هو سبب حزن كبير لناس كتيرة لأنه ليه شعبية كبيرة جدا جدا، ربنا يرحمه. والسلام عليكم ورحمة الله.